الحاج سيد من الوادي الجديد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ بحيي حضرتك ووصلت للقناه. بشكرك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. كنت حضرتك عرضت مشكله الاسبوع اللي فات عشان توريد القمح، ان احنا هنا حضرتك كانت القمح طبعا الشغل هنا كلها ترابيه. فدلوقتي اقرب صومعه علينا حوالي 700 كيلو. على فكره انت مش من الاسبوع اللي فات، انت من الاسبوع اللي قبله. اللي قبله تمام، وانا رديت عليها تاني يوم. انا كنت متابع وحاولت اخش مع سيادتك على الهواء بس ما امكنش. دلوقتي سيادتك اللي حضرتك كنت جبت مسؤول بيقول ان نودي الصوامه، الصوامه السابع بينا وبين 700 كيلو في شارع اللي هو لا في لا 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 انت فين في الوادي الجديد؟ ايوه في الفرافره. في الفرافره لا في صوامع تم افتتاحها قريبه منك. ما هي مش هي سامح في هي بتقول في شارع العوينات بينا وبين شارع العوينات ما يقرب من 500 700 كيلو. طب احنا نودي القمح بتاعنا فين؟ اقرب شونه هنا في شونه في الكفاح 10 كيلو وفي شونه في الفرافره 35 كيلو. طب اللي في الكفاح دي انتوا مش ترابيه يا استاذ سامح؟ ترابيه من زمان من قال اكثر من 15 سنه وما تمش تطويرها في الفتره دي؟ لا لا ما عملوش فيها حاجه غير شونه الفرافره، عملوا جزء صغير منها ما يجيش 1/10 من المساحه. هم بيستلموا منكم ولا لا؟ لو خدت لا ما استلموش استلموا يا استاذ سامح السنه اللي فاتت بس كميه بسيطه جدا ما يجيش 1/1000. انا عايز اسال سؤال. اتفضل. انت ذكرت لي شونه الكفاح وايه تاني؟ وشونه الفرافره. والفرافره لو رحت لواحده من الاثنين دول هيقولوا لك لا؟ هما في الاول فتحوا الشونه بتاعت الفرافره 10 ايام في اول الموسم وبعد ذلك استكفينا ما عادش في مكان. عاملين مساحه صغيره خلصنا تحت وعاملين تندات. طيب انا هشوف استعداداتهم ايه للموسم ده. يا ريت يا استاذ حضرتك لان يا استاذه زينب واستاذ عزيز بعد اذنكم يوم الاربعاء نكلم وكيل وزاره الزراعه. طب انا سالتك الدكتور عبد المعطي كان قال لي ممكن يجيبوا لنا رز من اللي هو ما بيشربش ميه ده. ما هو في حاجة اسمها ما بيشربش مية وفي حاجة اسمها سياسة صنفية للمحافظة، هو مسموح عندك ولا مش مسموح؟ ما انت لسه لحد دلوقتي ما اعرفش. هو قال لك لو رز اللي هو اللي هو زي القمح ده بيشرب كل فترة ده ممكن يزرعه هنا لانه ما بيشربش مية كتير. ممكن يتزرع بس لازم يكون في موافقة من الدولة من المسؤولين، لأن أنت عارف إن أنت بتتكلم على مياه آبار وبتتكلم على إن المية عندكم غالية ليها ثمن. ما هي المية يا أستاذ سامح إن لنا منسوب معين من المية إحنا بيطلع في الصيف أو في الشتاء. فان كان الرز ده يبقى يا حاج انت انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. اذا كان القمح انت بتقول انا مش عارف اورده فين، فما بالك بالرز؟ ناخد خطوه خطوه. سيبنا اكلم وكيل وزاره الزراعه يبقى معايا يوم الاربعاء على الهواء هساله في كل الاسئله دي وتسمعها. وانا سجلت تليفوني يا استاذ سامح، هي حضرتك اكون متابع حضرتك. بشكرك. شكرا. معايا مين يا استاذ هشام؟